في هذه اللحظات وفي هذا ينطلق انطلاقة الشوط السادس. بسم الله وعلى بركة الله ننطلق مباشرة إلى المراكز المتقدمة وإلى المراكز المتصدرة وإلى المراكز المشاركة بهذا الشوط وفي هذا الميدان. إذن المقدمة والصدارة هناك مع الشاهنية على المقدمة والمركز الأول محمد بن خميس بن حريب الشامسي على المركز الأول وعلى الصدارة، بينما ثاني المراكز الزعفرانة عبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة المري من يتسلل في هذه اللحظات، ولكن التسلل واضح في هذا الامتاع وفي هذا الإبداع. وصلت وتحركت أيضا في هذه اللحظة، هناك تسللت في هذه اللحظات هناك مع المركز الأول في هذا التحدي وفي هذا المسار. الله 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 الشاهنية عبد الله بن محمد بن لويهي بالزفنة العفاري من يتسلل في هذه اللحظات، ولكن الوصول من الشاهنية علي بن خليفة بن محمد بن مر هنا من يتواصل في هذه اللحظات. المركز الثالث تواصلت وتحدي حركت ايضا، هناك خوف مبارك بن محمد بن سهيل بن هدفه العامري على ثالث المراكز، ولكن الوصول والتحرك ايضا ارصد المركز الرابع والوصول الجميل والرائع من الذيبه محمد بن حمد بالدليله بالويع العامري. الله يا الذيبه على المركز الرابع وخامس المراكز، هناك الوصول والتحرك من مشهوره علي بن سالم بن مبارك مبارك المنصوري وصل على خامس المراكز وتواصل في هذا المسار، ولكن الوصول من مغادرة صالح بن مفرح بن حمد آل عوير الكربي هنا وصل في هذه اللحظات وتواصل في هذا المسار، ولكن التغييرات ولكن الانطلاقات وشواط السرعة وصلت وتحركت أيضا سمحة علي بن حمد بن سيف بن الأصلي الشامس وصل في هذه اللحظات، وصل شعار الربيعي، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة إلى المقدمة. هناك خوف، خوف على الصدارة، خوف على المقدمة، على المركز الأول مبارك بن محمد بن سهيل بن هد بن هدفه العامري على المركز الأول، ولكن المركز الثاني هنا وصلت الشاهنية عبد الله بن محمد بالويهي بالزفنة العفاري على المركز الثاني. ثالث المراكز هنا تحركت وانتقلت على المركز الثالث، هنا شعار بن دري وصل في هذه اللحظات الشبلة، وصلت سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي وصل على المركز الثالث، ولكن ارصد ارصد في هذه اللحظات اركز التحدي الريم احمد بن مبارك بن جمع الخيالي وصل على رابع المراكز، ولكن المقدمه ولكن الصداره هناك مع المقدمه هناك مع المركز الاول. خوف يا خوف روحت، خوف المركز الاول روحت بالصداره بالمقدمه بشعار مبارك بن محمد بن سهيل بن هدفه العامري، ولكن الوصول ولكن التحرك في هذه اللحظات، تحركت في هذه اللحظات الريم احمد بن مبارك بن جمعه الشامسي، والوصول الله 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 تعويض وصلت في هذه اللحظات راشد بن صقر بن سالم الوهيبي وصلت في هذه اللحظات، وصلوا اهالي بديه هناك في هذه اللحظات الجميله. تعويض يا تعويض تعويض وصلت في الامتار الاخيره وتسللت الى المركز الاول هناك بقياده راشد بن صقر بن سالم الوهيبي، والسلام يا السلطنه السلام. المركز الثاني وصلت هناك على ثاني المراكز خوف مبارك بن محمد بن سهيل بن هدبة العامري، والثالث هناك على المركز الثالث وصلت حاملة رقم 23
هناك وصلت على ثالث المراكز حاملة رقم 14 فضة محمد بن سعيد بن محمد الوهيبي، والمركز الرابع وصلت حاملة رقم 76 هناك تحركت فيه الريم أحمد بن مبارك بن جمعة الخيلي، وخامسة المراكز وصلت في لحظات جميلة وممتعة هناك، ومن وصلت فيه دروة حماد بن نايض الرشيدي من وصل على خامس المراكز. إذا شهدنا التحدي وشهدنا الانطلاق في هذا الصباح المميز وتعويض من حصدت ناموسة هذا الشوط وانتزعت المركز الأول بقيادة راشد بن صقر بن سالم الوهيبي. التهاني تتجه إلى أهالي بدية. 4:30 وخمسة أجزاء من الثانية تهانينا، والناموس المركز الثاني وصلت فيه هنا هناك وصلت على ثاني المراكز خوف مبارك بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري 4:31 وسبعة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس، والمركز الثالث وصلت فيه وصلت على ثالث المراكز فضة محمد بن سعيد بن محمد بن حرسوسي الوهيبي، وتوقيت الزمني 4:31 سبعة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين.